اسماء، الو، اهلا اهلا، ازي حضرتك؟ اتفضلي يا حبيبتي. بقول لحضرتك بس كنت عايزه اكلم دكتوره شريفه. معاكي اتفضلي. بصي، انا متجوزه من سنه وحصل لي حمل بعد ما اتجوزت على طول يعني، وسقطت. كان الدكتوره قالت لي ده حمل ضعيف. تمام. فقالت لي بعد كده، قعدت طبعا لحد الان مفيش حمل خالص. لحد الان يعني بقالك قد ايه؟ يعني 8 شهور اهو. 8 شهور؟ تمام. الدكتوره قالت لي عايزه اشعه بالصبغه. رحت عملت اشعه بالصبغه. انا كنت عامله قبل كده كيس على المبيض، كنت شايله كيس على المبيض، كان مفرقع فيا، كنت شايله كيس على المبيض. فتح ولا منظار؟ فتح. اوكي. ولما سقطتي عملتي عمليه ولا من غير عمليه؟ لا لا، ده كان بالظبط كان 35 يوم يعني. اوكي. دم. ماشي. تمام. فدلوقتي انا حاليا مشكلتي بطنه الرحم عندي ضعيفه. ايه اللي ضعيف؟ بطانة الرحم. تمام. بس فدلوقتي انا لما عملت بقى الشعب الصبغه دي، الدكتور قال لي الرحم مقلوب، ومع ان الدكتوره اصلا كشف عندها ما كانش كده خالص. الانابيب سالكه؟ هو ما قاليش بقى، وقال لي عندي الشمال باينه في الاشعه واليمين مش باينه، وما رضاش يديني اي تقرير يعني. ليه؟ انت عملتيها فين يا بنتي؟ عملتها في مركز. طيب قولي لي، انت عندك كام سنه؟ عندي 27. تحليل الزوج ايه؟ لا كويس. طيب هرد عليك. تابعيني يا اسماء. طيب اسماء، طبعا الاشعه بالصبغه بما ان هي لم تستفيد بيها، يعني ما خدناش تقرير ولا عارفين فيها ايه، الرحم المقلوب ده مش مشكله خالص. هي المشكله احنا عايزين نعرف اخبار الانابيب بتاعتها ايه. فلازم تعمل منظار بما انها عامله عمليه قبل كده، فيستحسن انها تعمل منظار بحيث ان احنا نتاكد ان مفيش اي مشكله وان الانابيب سالكه، وبناء عليه ناخد بقى قرار. طب ازاي الاشعه بالصبغه ما تبينش؟ هل ده وارد؟ بصي، الاشعه بالصبغه فيها نسبه خطا. يعني انا لو عملت اشعه بالصبغه وطلعت مثلا انابيب مسدوده، مش هقول على طول يلا نعمل حقن مجهري مثلا. لا، يفضل ان احنا نعمل منظار. طب ما كنا نعمل من الاول منظار بقى، ليه نعمل لا ما هو صغير. منظار برضو نرجع تاني ونقول ان المنظار عمليه، واي عمليه يعني انا دايما لازم ابتدي بالاقل فالاكتر، فاهمه؟ وفي سيدات بنعمل الاشعه بالصبغه وتحمل بعديها على طول، يعني انت دايما ما تخشيش غميق. طب ليه في فكره اشعه؟ يعني ليه فكره الاشعه بالصبغه بتخض؟ يعني ليه دايما في اشاعه ان هي مش اشعه بالصبغه حاجه ريسكي قوي؟ لا، هي مش ريسكي ولا اي حاجه، هي بس لازم تتعمل في مكان كويس. في مكان معتبر يعني، نظيف وسمعته كويس، يعني في مكان كويس. الاشعه بالصبغه اجراء سهل ولكن في سنه الم. ففي مراكز بتوفر ان احنا ممكن نعمله ببنج، هو زي تركيب اللولب كده، واخده بالك؟ لكن هو يعني أشعة مهمة وأشعة كويسة، وزي ما بقول لك كده، في ساعات بيبقى اللي سادد الأنابيب حاجة بسيطة جدا بالصبغة بتروح والدنيا بتسلكها كمان، يعني بتبقى أشعة وفي نفس الوقت والسيدات بعديها بتحمل. في سيدات كتير قوي تقول لك عملت أشعة بالصبغة الشهر اللي بعديه حملت، يعني دي حاجة أنا شفتها كتير، واخدة بالك؟ فهو مش يعني حاجة كويسة. وبس لو طلعت الأنابيب مسدودة زي ما بقول لك، إحنا ممكن نعمل منظار نلاقي الأنابيب سالكة، يعني فيها فولس، يعني نتائج ساعات بتبقى غلط. نعم. خلاص.